راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024. تحذير أممي من كارثة مطلقة في السودان وإحاطة بمجلس الأمن بعد إعلان المجاعة في مخيم زمزم للنازحين. مسؤولو إقاثة دوليين يبلغون مجلس الأمن بمنع الأطراف المتحاربة دخول الإقاثة إلى نازحي معسكر زمزم وسط تفاقم خطر المجاعة. الإمارات تدعو الجيش لرفع القيود عن المساعدات وتطالب قوات الدعم السريع بتمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان. ارتفع عدد ضحايا السيول والأمطار في أبو حمد إلى 17 شخصا وتحذيرات من كارثة بيئية بسبب جرف مواد التعدين. نزوح 564 أسرة وتضرر أكثر من 500 منزل جزئيا وكليا في أبو حمد بسبب السيول والأمطار. تضرر 7000 منزل كليا وجزئيا في الجنينة بسبب السيول والأمطار الغزيرة. إغلاق المدارس بجميع المراحل التعليمية بالولاية الشمالية حتى يوم السبت القادم بسبب السيول والأمطار. السيول تغمر معبر أشكيت وتجرف طريق حلف السليم وتجتاح عددا من القرى. قوات الدعم السريع تجدد قصفها على محيط كرري بأم درمان صباح اليوم. آلاف اللاجئين السودانيين يقررون مقادرة معسكر أولالة بأثوبيا قدا والعودة إلى السودان بسبب عدم توفر الأمن والخدمات. آلاف اللاجئين السودانيين يقادرون معسكر فرشنها شرق تشات ويتجهون بالأقدام نحو أدري الحدودية بسبب نقص الغذاء. تحالف مزارعي الجزيرة يحذر من فشل الموسم الزراعي الصيفي بسبب الحرب ويناشد الأمم المتحدة بالتدخل. ياسر العطا يقول إن البرهان سيقود المعارك من أم درمان في المرحلة المقبلة. وزير الصحة يكشف عن ارتفاع حالات سوء التغذية ببعض المناطق المقلقة ووزارة الزراعة تنفي المجاعة. تقدم تدين القصف الجوي لمعسكر زمزم بالفاشر وإدارة المعسكر تقول إن القصف غير متعمد. عودة خدمات شركة زين للاتصالات في محلية الرهد بولاية شمال كردفان عقب انقطاع دام لأكثر من عام. وفيات جراء انهيار بئر للتعدين في مخيم أغبش بجنوب دارفور. تفشي الرمد في أجزاء واسعة من جنوب دارفور مع عدم توفر الأدوية والرعاية الصحية. موظفون في شرق دارفور يتهمون أفراد الدعم السريع العاملين في التجارة بالامتناع عن سداد الرسوم. منظمة الهجرة الدولية تكشف أن عدد النازحين في السودان ارتفع إلى 10.7 مليون في جميع الولايات 18 في السودان. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.